بسم الله الرحمن الرحيم. راح اليوم نحل امتحان سيركت 1 للفصل الماضي. هم 6 أسئلة متنوعة طبعا، اللي هي المادة اللي بتبدأ بشابتر 1 اللي هي أساسيات السيركت، بعدك بتمتد لطرق حل الدارات الكهربائية اللي هي طريقة النودل وطريقة المش. هذول المطلوبات في مادة المد. راح نبدأ حل. هم راح ناخذ اول سؤال معنا. اعطيني دارة كهربائية مكونة من مقاومات ومصدر تيار. المطلوب الاول اللي هو الار اكوفلنت اللي هي مجموع المقاومات المكافئة. هنا بحكي بداية لما نيجي ناخذ مقاومة مكافئة بنبدأ من هون، يعني هاي R equivalent تبدأ من هون عندي. فعندي أول إشي مقاومتين، هذول موصولات على التوازي، فبحكي مقاومة 6 أوم توازي مع 12 أوم، راح ينتج عندي مقاومة مكافئة إلهن مقدارها 4 أوم. هاي المقاومة الناتجة عندي اللي هي 4 أوم راح تكون سيريز مع المقاومة 16 أوم اللي هي 16 زائد 4 تساوي 20 أوم. المقاومة 20 أوم نتجت عن السلك هذا كامل اللي هي توازي مع اللي هي 5 أوم، فبحكي 5 أوم توازي مع 20 أوم راح ينتج عنا مقاومة مقدارها برضو 4 أوم. هسا مجموع هذول الثنتين، مجموع المقاومات هاي كلها يعني، راح يطلع عندي سيريز مع 8 أوم، فيعني 4 زائد 8 مساوي 12 أوم. راح نيجي هسا اللي هو ال R equivalent عندي النهائية، هتساوي هسا هون 12 أوم، هتصير سيريز مع 12 أوم البارلل مع المقاومة 12 أوم الموجودة هون، فبحكي 12 أوم بارلل مع 12 أوم وبطلع عندي ال R equivalent 6 أوم. هذا بالنسبة للمطلوب الأول. هسا نيجي نوجد المطلوب الثاني والثالث اللي هو ال V نوت اللي هي جهد المقاومة الثمانية، والآي نوت اللي هو التيار المصري في المقاومة 6 أوم. بدنا نحل هسه، يعني راح ندمج الفرعين مع بعض بحيث انه نوجد القيمتين سوا. طيب هون بحكي هون عندي تيار مقداره 30، هذا التيار لما يمشي حيتوزع هون، يعني هذا الآي جنرال فرضا، هاي هذا آي 1 نسميه وهذا الآي 2. فأنا بوجد قيمة الآي 2 هاي أولا اللي بتهمني يعني، فبحكي هون عن طريق اللي هو راح استخدم الفولتج ديفايدر وال اللي هو الكرنت، راح استخدم من الجهتين، فبصير عندي هنا 30. طبعا هون برجع بالحل رجوع، يعني هون الأساس انه في مقاومة 12 و12، يعني هاي 8 مش موجودة فرضا، انا بستخدم مع مكافئ بس. فبحكي هنا 12 على 24 هيطلع عندي 15 أمبير. طيب هسه في حال رجعنا هذا الحكي، هيصير عندي هون تيار وهون تيار، نسمي هذا اي 3 وهذا نسميه اي 4. فبحكي هون عندي الاي 4 بيساوي تيار له 15 أمبير الرئيسي بالنسبة لهذول الجهتين، هون بفرض انا سيريز يعني هاي مكافئ لهذول الثنتين، 15 في 5 على مجموع المقاومات اللي هو 20 زائد 5 اللي هي 20 هاي، وطلع عندي 3 أمبير. هسا بدي أوجد الآي نوت، فبحكي هون آي 4 شو بساوي لما أجي أدخله، هو نفسه التيار الماشي في 16، سواء حيتوزع مع إنه هاي 6 أوم وهاي 12، حتاخذ هاي نص تيار المار في هاي، يعني انا اي نوت هاي نص اي نوت حيكون مقداره. فبحكي هون
اي نوت بلس نص اي نوت، فبحكي هون 3 على 2 اي نوت بساوي 3، هي مقدار لو تيار 4. فبحكي هون على 3 على 2 على 3 على 2، هيطلع عندي قيمة الاي نوت بتساوي 2 امبير. طيب هسه بدي اوجد اللي هي قيمة الفي نوت، هاي هذا المطلوب الثالث بدي اعتبره او الثاني فرضا، والثالث له الفولتية. هون بما اني انا وجدت معظم التيارات، فهون الفولتية شو حتساوي لي؟ 8 في التيار 15، فبحكي هون في نوت بتساوي اللي هو 8 في 15 حتساوي 120 فولت. هاي هيك انتهينا من حل السؤال الأول. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو دارة فيها عدة مطاليب، مطلوب مني إن أوجد العقدتين فولتي لعقدتين اللي هي V1 و V2. فهاي الحالة حضطر أستخدم نظرية النودل، لأنه طالب V1 و V2 بداية. فهنا باجي بحكي بدي آخذ معادلات، فباجي بوزع التيارات على ال V1. فبحكي هون V1 على 3 و2 5، هاي الأول، زائد اللي هو 15، يعني بحكي V1 ناقص V2 على 15 تساوي سالب 5 أمبير. أنا مع التيار، لما تكون مع التيار يعني فرض أنا فرضت إن هيك الطريقة، هي تقريبا يعني وزعت التيارات من النقطة كاملة لأن كلها خارج، تمام. فبطلع عندي هنا التيار سالب 5، هاي بسميها معادلة رقم 1. طبعا في ناس ببسط او بحب انه يضرب يعني بشغلة يوحد انه ما يضل اشي بالمقام، برضو بصير. فبحكي هون بوزع الفولتية الثانية، فبحكي في 2 ناقص في 1 على 15 زائد في 2 على 4 بده يساوي 2 امبير. هاي المعادلة رقم 2. عن طريق حل معادلة متغيرة بتطلع معي قيمة V1 و V2. طبعا هذا الحكي على الآلة الحاسبة، أو ممكن بالحذف والتعويض برضو بصير. فبطلع عندي هنا قيمة V1 تساوي سالب 18 فولت، و V2 بتساوي عندي اللي هو 2.53 فولت. طيب المطلوب الثاني، المطلوب الثاني عندي الكرنت، الكرنت اللي بيسري في المقاومتين هذول، كيف بدي أحسبه؟ معي الفولتية، هسا الفولتية هاي اللي نفسها بتساوي مقدار الفولتية على المقاومتين هذول كاملات. فبحكي هنا التيار نوت شو بساوي؟ اللي هو V1 على 5 اللي هو هذا اللي هو الآي نوت، وبساوي اللي هو سالب 18 على 5 وساوي تقريبا سالب 3.6 أمبير. طيب هذا المطلوب الثاني. المطلوب الثالث طالب عندي الباور للمقاومة مقدارها 4 أوم اللي هي هاي، زي ما حكينا برضو هاي الفولتية هون بتساوي الفولتية على المقاومة 4 أوم برضو. فشو بحكي اللي هو بتساوي في في اي، او ممكن احكي اللي هو في تربيع على ار، ممكن اوجده كذا حال، يعني هاي مثلا في تربيع على ار اللي هي الاربعة، بعوض له قيمة في تو هون، وبطلع عندي الناتج 1.6 وات. طيب المطلوب الرابع، طالب عندي الباور لمصدر التيار 2 أمبير اللي هو معي الفولتية عليه اللي في 2. فبحكي هون الباور بساوي عندي اي في في اي اس وفي اس او في 2 هون، فبطلع عندي اللي هو 5.06
ستة واط. هيك بكون انتهينا اللي هو من السؤال الثاني. ننتقل للسؤال الثالث، معطيني هون اللي هو شحنة، ومعطيني الشغل المبذول لنقل هذا الحكي اللي هو نقل أي الشحنة، وطالب عندي الفولتية بين المسافة A و B. يعني هون معطيني الشغل اللي بذلته لنقل الشحنة هاي بين A و B، فبحكي أنا V A B بتساوي الورك A B على الكيو بتساوي 30 على 6، راح يطلع معي اللي هو 5 فولت. طب نيجي ناخذ السؤال البسيط اللي بعده برضه، بحكي لي هون عنده اللي هو شحنة معطيني اياها باقتران 10 ناقص 10 اكسبوننشال ماينس 2 تي ات تي ايكوال 1 فايند ذا كرنت. يعني بده قيمة التيار عند عدي زمن اللي هو ثانية واحدة، فبحكي له هون التيار شو بيساوي؟ اشتقت الشحنة بالنسبة للزمن، فبشتق هاي المعادلة، فشو طلع عندي؟ العشرة مشتقة الثابت 0 ناقص هسا 10 ايه، هاي اللي هي مشتقة الضرب، 10 في اللي هي مشتقة الاي اللي هي سالب بتصير اللي هي موجب 20 اي ماينس 2 تي. طيب هسا مشتقة العشرة اللي هي 0، فهيك بكون خلصت، فبحكي 20 اي ماينس 2 تي، بعوض قيمة الواحد فبطلع عندي اللي هو 2.707 أمبر. سؤال بسيط تأخذ علامته بسهولة. طيب معطيني هون دارة بسيطة برضه، فبده يوجد ايش اللي هي قيمة ال Vx، فهون أنا عندي تيار فباخذ لوب، فبحكي التيار هذا شو بيساوي؟ مجموع اللي هو ال Vs على مجموع ال R. بحكي هون ال I شو بتساوي؟ سالب 32 سالب 8 على 6، هيطلع عندي قيمة التيار بالسالب، طبعا يطلع عندي سالب 4 أمبير. لما أجي أحسب الجهد، لا المقاومة هاي، بحكي اللي هو V ال X تساوي، أنا من المقاومة أخذها بالقلبة أنا، فهنا حيطلع عندي الفولتية موجبة، أو إنه ماخذ التيار باتجاه عكسي، بكون بطلع عندي اللي هو المهم، يعني يطلع جهد قيمة موجبة، فبحكي 4 في 4 بطلع عندي 16 فولت. هيك انتقلنا من السؤال الخامس، نيجي على هذا السؤال إن شاء الله تكون فكرته بسيطة. يعني هنا معطيني عدة مقاومات، طالب ال R equivalent فقط. طيب هذا السؤال لو أجي أطلع عليه، لو بدي أجي أجمع ال R equivalent، هنا مش موصول اللي هي توالي وتوازي، بس في بعض العقد يعني، فهون اللي بنلجأ لتوصيلة الدلتا ستار اللي أخذناها، فأجي بطلع إيش أنسب شكل ممكن يطلع معي يسهل علي هذا الحكي، فممكن آخذ لي بالشكل هذا، أعمل هذا الشكل. أعمله اللي هو بدل ما هو ستار أعمله دلتا، سهل علي الحل كثير. فنيجي ناخد توصيلة الدلتا ستار، بنحكي R A B شو بتساوي؟ R A زائد R B زائد R A في R B على R C. عندك تكون محدد إيش ال R A وال R B وال R C عشان توجد R A B وال R B C وال R C A. كل هذا الحكي تكون انت محدده. فاحنا مثلا نيجي بنحكي ال R A تساوي 5 اوم، ال R B بدها تساوي 20 اوم، وال R
سي بتساوي العشرة اوم. فبحكي بيطلع عندي ال ار اي بي بعد تعويض على الآلة الحاسبة 35 اوم. بحسب ال ار بي سي كم بتساوي، لو ار بي زائد ار سي زائد ار بي في ار سي على ار اي بطلع عندي 40 اوم. بحسب هسه اللي هي ال ار سي اي ار سي زائد ار اي زائد ار اي في ار سي على ار بي بساوي عندي 17.5. هسا ترجع هون الدارة بعد ما عملناها، يعني بتنسوا هذا الجزء الأسود بتمسحوه، بتصفي عندي اللي هو الجزء اللي رسمته بالأزرق بالإضافة إلى هذول المقاومات. باجي باخذ صفة شكل سهل لأنه أوجد الأكوفلنت اللي هو صفة توالي وتوازي. فبحكي هون المقاومة 40 أوم بارلل مع 30 اللي هي هاي مع هاي، فبطلع عندي اللي هو 17.15 أوم. بحكي هسه 35 بارلل مع 15 اللي هي هاي مع هاي اللي طلعت معي، بطلع عندي برضو 10.5. سأضل الناتج عندي سيريز مع بعض، فبحكي له 17.25 أو 15 زائد 10.5 بطلع عندي 27.65 أوم. سواء 27.65 بارلل مع 17.5 اللي هي بعد ما جمعناها هندول صف سيريز بصفي اللي هو اللي هو بتصفي العملية انه التوازي مع هاي المقاومة، فبطلع عندنا مقدارها 10.72 أوم. بعدين هيك بتصفي لي بعد ما أوجدن كلهم بصفي لي سيريز مع 25، فبحكي 25 اللي هو سيريز مثلا مع 10.72، فبطلع عندي اللي هو 35.72 أوم اللي هي نفسها R equivalent. هيك بكون خلصت السؤال. أجل آخر سؤال، هون معطيني دارة، هاي الدارة كيف بدي أحلها؟ بدي أحلها عن طريق اللي هو نظرية المش، لأنه معطيني تيارات، فبدي أوجد التيارات. فبحكي solution فرع الأول I1، لما أجي آخذ هنا فيش عندي غير مصدر تيار مع مقاومة، مدام مصدر تيار معناته مش مشترك مع إشي، معناته قيمة هاي التيار بتساوي 4 أمبير، بس من عكس الاتجاه بطلع إشارة سالبة. بحكي I1 بساوي -4 أمبير، أي أول تيار أوجدناه. طيب التيار الثاني، باجي باخد اللوب، فبحكي هون 20 I2 زائد 3 VX زائد ال VX باخدهاش كمقاومة لأنه رح تعجقني، فبجمعهم طبعا بتساوي زيرو. هيك 20 I2 زائد 4 VX تساوي زيرو. بدي أجي شو ال VX، ال VX اللي بتساوي 5، المقاومة 5 في I2 ناقص I1. فبحمل هاي المعادلة بعوضها مطرح ال VX، بصير عندي 20 I2 زائد 20 I2 ناقص 80 تساوي زيرو. فبتصير عندي هنا 40 I2 بتساوي 80، فمن هذا الحكي ال I2 بتساوي عندي 2 أمبير. هسا باجي على المطلوب الثاني، طالب الفولتية في اكس، فبحكي له في اكس منها 5 في اللي هو 2 ناقص 4 يساوي -10 فولت.
طيب باجي المطلوب الرابع، المطلوب الثالث، أطالب الباور للـ IS اللي هو لهذا التيار. هسا هون الفولتية نفس الـ VX هي نفس فولتية المصدر، فبحكي الـ P بتساوي VX في الـ I source تساوي سالب 10 في 4 تساوي سالب 40 واط، وهيك بكون انتهينا من حل الامتحان، ويعطيكم ألف عافية.